صراحة بك جمنا أخي يوسف. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنقول لكم رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة. كنشكروا قناة أشواق تي في على الاستضافة هذه، كنشكروا حافظ سويز اللي خلاونا نصورونا. بيس حساب العرض صابر كينغ مدينة طنجة 24 سنة. بداية ديالي كان شحال أي رابيرو يعني كيسمع لنا واحد الحاجة كتعجبو كيبغي يجرب وصداق كيكمل فيها، هيداك بدينا حنايا جربنا في 2011 ولا 2012 ورجعنا في 2018 والسامرين. هادي هي البداية. صافي على البدايات كيفاش دخلت المجال الراب؟ كيفاش دخلت المجال الراب؟ أول مرة كنا باقي كنقراو في التاسعة، كان واحد الصديق ديالي كيرابي ومشينا لواحد الاستديو، الاستديو كان عنده هيك كراطن هايدا، واحد الميكرو هايدا فهمتي، والله العظيم هيك كارطونة وكنسجلو ب 50 درهم. كان كيما نحك كارطون هيدا وكندخلو ما كناش كنمشيو سماع الانسترو، المهم كنغنيو كتسمع الصوت كيجيك مزيون صافي. قلت سجلت شي جوج ديالك واقيلا في كارت ميموار بقاو. رجعت 2018 صافي وشفت واحد الصديق ديالي سجل شي ديالك، قلت له فين كتسجلو كذا، انا بيديك وسكار رابي وهادي. قال لي كيفاش كيفاش كيفاش. صافي مشيت للستوديو وسجلت ويا تما بدات الانطلاقه من جديد. تبارك الله. الراب صافي كيفاش كيدوز رمضان؟ رمضان كندوزو بحال اي واحد يمكن تقريبا، كنوض في 10 الصباح كنمشي للمحل كنبيع ونشري، كنا كنعرف بيع وشراء، كنشدو تقريبا مع هذيك المغرب كنطلعو نفطرو كنعاودو نصريدو كنطلعو للدار نصليو شي بركه هيدا ناكلو نتسكاو. هادشي اللي فات. لا والو، واخا انا جيت وسط حي شعبي يعني خطير شويه وفي وسط الشارع ديال الصبحه وما تشوفش كذا كتعرف شني. الحمد لله لوقر كلشي كيعرفنا كلشي كيوقرنا، كتنوض بعدا هيدا الدابيزات كذا شني لا صداخلنا كنصداخلو في الخير وصافي. قدوة ديال الصابر في الرب؟ قدوة الصابر في الرب، انا ما عنديش شي قدوة ديالي في الرب باش نكون واقعي فهمتي. هاد السؤال انا ما عندنا فهمتي نيشان، ما كاينش شي قدوة في الرب. مكيجينيش يعني نقدر نتانسبيرو بشي واحد بشي حاجة ممكن، ولكن باش شي واحد قدوة ديالي، حنا عندنا قدوة ديالنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هادي هي الأرض. كتانسبيرو بشي واحد؟ يمكن على حسب، باش نديك واحد بالضبط ما نقدرش نقول لك، ولكن مرة هيدا مرة هيدا. لا ضروري تعطينا شي واحد. شكون بالضبط كيعجبك وخا ما كتانسبيروش كيعجبك الراب ديالك؟ الله يمان. اش كدبني كيجبني الراب ديالي ملي كنطلقوها. اه والله هذا جواب وحده. الفنان اللي تبغي تعمل معاه ديالك في المغرب؟ انا اختاري الاصل ديالو مغربي ولكن في المغرب ما كاينش. اختار فرانس مونتانا الخا والله ما خسروا طلبوها كبيره. تبارك الله. الله يبارك فيك اخي يوسف. دابا انت وانت من طنجه ما تبغيش ديو مع الناس اللي عاطي رب الشعب. لا جابتها علاش لا ان شاء الله. الاغنيه ديال صابر اللي بقات يمكن انا والروفيكس كنوجه له تحيه من المنبر هذا، التراك ديال الزواحف تبارك الله ضرب واحد العدد ديالو وباقي ان شاء الله ماشي شي عدد. المهم في نظرك علاش بالضبط هذا التراك هذا بقى يقبل كبير؟ علاش حبوه النهار؟ اولا نقدروا يكون كاين واحد السبب، لان الاولاني السبب الاولاني راه الروفيكس داخل تما سينا كتعرف كلاشات ديالو قاصحين، ويمكن البوبليكو ديالي كيعجبو الكلاش ولا كيميل للكلاش باقي ما عرفنا شي. شنو بغيتي تكري؟ ما نكذبش عليك اخاي يوسف، سقسيتيني على واحد الشخص اللي ما كنقيموش لا شخصيا لا جسديا لا فنيا، الله يسمح لنا منو سال. ما نعرف ما كاين ماكش السيد عنده التراكات صافي. الله يسمح لي ما عمل الله يسمح لي ما عمل لي والو، ماشي كنتساقدو يعني كوجهه نظري ليه الاستاذ، وجهه نظر ديالي كنعبر ليها ماشي كنفخك ولا شي حاجه. فهمت نظرك علاش هو الكليبات ديالو كتلقاهم 10 مليون مشاهد في واحد الوقت؟ حاليا ما كاينش، غاديك عمل البوس في واحد الفتره وما كملش ملي جاي هذيك جبر راسو زيرو. هذا ما كان خير. شنو بالك الحور؟ الحور شنو يبان لي في الحور؟ تبارك الله عليه وحسن واحد المستوى
يعني هو عاطيك بوران ما يمكن لكش تنتقدو ولا شي حاجه عندك ما تنتقد فيه هو ضرب واحد خطوات ومشى سلك الله يسهل عليه. الاعمال ديالو كيفاش كتجي؟ الاعمال ديالو هي فواحد الصراحه بعيد على الراب شويه شني في ديك الموسيقى داخل عاطي الشح تبارك الله عليه حتى هو كنوجه له تحيه الموسيقى ديالو كاين عندك هو السبعات شكون لا كنقول لك في الموسيقى اللي كيخدموا ما كيخدموا تقريبا نفس الموسيقى فهمت يعني بعاد لنا الراب واحد شويه او تبارك الله عليهم جوج بهم الصراحه هي هذه اخا يوسف الا كانت فيهم شي حاجه ما تنتقد انا نتقدو تبارك الله عليك هادشي اللي كان الله يا اخا يوسف. كيف جات البيف بين الروبيو والشرقي؟ البيف بين الروبيو والشرقي الصراحه هذا الله ما سمعت له شي اخا يوسف جوج بهم تبارك الله عليهم والله يسهل عليهم جوج بهم الله. قالوا هاد اليومين شي حاجه مع بعض ما فراسيش بالضبط شي اللي وقع له سمعت شي حاجه شني ما فراسيش بالضبط المهم الله يسهل اليوم جوج بيه تبارك الله. الا كلاشاك شي واحد في الراب شي اغنيه ديالو شنو تكون رده فعل ديالو؟ الا كلاشاني شي واحد في الراب نرجعو ليه في الراب الا خاصها الهضره ولا شي حاجه ما كتبقاش في وسط الراب كترجع صابر الراب ديك الساعه بنادم اللي كلاشي خصو يكون موقيت دوسر. شنو بالك الاعمال الرمضانيه ديال هاد العام قنوات المغربيه؟ القنوات المغربية والله ما كذب عليك اخاي يوسف ما كنتفرجش في القنوات المغربية انا قليل والله الا قليلة بعد هذا العام هذا والله ما تفرجت شي حاجة كنفطر المغرب كنخرج كنصلي العشاء كنمشي نريح قهوة نجي نسريت كنطلع نتسكر ولكن ضروري يطلعوا لك شي مقاطع في السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام ديال الافلام المغربية شوف حنا اللي جينا نشوفو قنوات مغربي ديال نعيد الدرايب الخاوة ما كاينش شي حاجة اللي كتشر المهم تبارك الله عليهم ساوى تحية سيلي لهم كنقول لهم زيرو في داكشي اللي كتعمل. رسالتك للشباب؟ رسالة ديالي للشباب أول نصيحة كنصحهم بها هي هادي الرياضة برا والصلاة والعبادة وبيعوا وشراوا ما تفرطوش في راسكم اللي كيقرا يقرا مزيان واللي كيبيع يبيع مزيان. رحم الله تحية سيلي هادي هي الهضرة الله يبارك فيك يا خي يوسف. انا خي يوسف. الاعمال المستقبليه ديال صابر؟ الاعمال المستقبليه ان شاء الله كنقول لهم استناو شي حاجه ان شاء الله مور رمضان اللي عاد تشوفوا صابر يعني ماشي في طنجه غتشوفوه برا طنجه ان شاء الله وغتشوفوا صابر في واحد المستوى عالي ان شاء الله. كيفاش القضيه ديال مور رمضان اخي صابر؟ ها كيفاش مور رمضان؟ رمضان سينا كتعرف انت شويه نربي عاود ومور رمضان عاود ان شاء الله سامر رفع هادشي ديالو. سي صابر شكون هما الرواقه اللي كتسمع لهم هنا في الشمال وفي طنجه بشكل خاص وشكون هما الدراري اللي كيعاونوك في الموسيقى او الفنان؟ الرواقه اللي كنسمع لهم في طنجه كاين الرواقه اللي كنسمع لهم في طنجه ما نذكروش اولا اللي كنسمع له كينا غامني كيرو كنوجه له تحيه من هنايا خاو ديالي الروفيكس حنا الجروب ديالو وليكاز مع بعضنا في التيم ما طلع لي مثلا مسلم نزل شي جديد راه نسمعوا له هذيك حاجه طبيعيه يعني ما كنسمعلوش بزاف ولكن لا طلق شي جديد وشي جديد هيدا الدراري هيدا طلقات شي جديد قليل ماشي كلشي كنسمعوا له شي حاجه. ومن ناحيه الدراري اللي كتعاوننا في الموسيقى انا غالبا كنسجل عند كيرو يعني كيتعاون معايا شي حاجه هيدا والنصائح وكذا الروفيكس هو كذلك الله يبارك فيك تحية سي الدراري كاملين وتحية لمنظير لمنان الخاص مان بيس الله يوفقك اخي يوسف تحية سيدي حديث ممتع صراحة ولكن ما خصناش نطول عليهم تحياتي اخي يوسف الله ينورك بيس. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.